مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد خسارة منتخب الجزائر ضد غينيا، نشر نجم منتخب الجزائر رياض محرز في اليوم الموالي صور له رفقة اللاعب إسلام سليماني والحارس السابق رايسن بولهي وهم يستمتعون بعطلتهم. ويذكر أن مدرب الجزائر بيكوفيتش استغنى عنهم في قائمة تشكيلاته الكروية. حارس منتخب الجزائر السابق رايسن بولهي نشر في صفحته الرسمية في السوشيال ميديا صورة له رفقة رياض محرز وعلق في منشور كاتبا: هذا رياض محرز، هل أنت غبي؟ لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.